اهلا بكم كلكم في فيديو جديد. معرفش انتوا شايفيني ولا لا، عارفين انا مين ولا لا، لكن انا احمد حجاجوفيتش الرحاله المصري، وبكلمكم من الدائره القطبيه الشماليه. النهارده بستغل فرصه انه هو اول يوم خلال السنه ابتدى يبقى فيه نور لمده نص ساعه في اليوم، نص ساعه فيها نور، فقلت ان انزل واسجل لكم واحاول اوريكم قد ايه حاجات بسيطه جدا من الناس ازاي عايشه هنا في الدائره القطبيه الشماليه. عشان نتكلم في الموضوع ده عايز اوريكم اول حاجه اللبس بتاعهم عامل ازاي. يعني درجه الحراره دلوقتي تحت الصفر بحاجه و30 الدرجه مئويه، وبيكتب لك ان فيلز لايك او بتحسها ك تحت الصفر ب 48 درجه مئويه. عشان تعرف تعيش في الجو ده محتاج تعمل حاجات كتيره جدا. اول حاجه محتاج انك انت تلبس زي كده، لازم جوانتيات جلد طبيعي، وكمان مش جلد بس، انا هحاول افتح ايدي بسرعه كده اوريها لكم. الجلد من جوه لازم يبقى فيه فرو بتاع دب قطبي او فرو بتاع حاجات عندهم هنا مخصوصه، مش اي فرو ينفع يتعمل بيه، مش اي حاجه، مش بتاعت ارنب مثلا، مش بتاعت ديب، وجلد فوقيه جلد طبيعي عشان خاطر تحاول ايديك ان هي ما تتجمدش وانت ماشي في الشارع. طيب الحاجة التانية، لازم تلبس الطاقية الغريبة اللي انا لابسها على دماغي دي عشان خاطر تحمي ودانك، ولازم تبقى برضو فيها شعر معين بتاع حيوان من الحيوانات اللي عندهم هنا عشان خاطر تدفيك وما تخلكش انك انت ودانك تتجمد. لازم تلبس النظارة اللي انا لابسها دي عشان النظارة دي معمولة بطريقة معينة والعدسات بتاعتها ليها لون معين او حاجة معينة عشان خاطر ما تخليش ان عينيك تبوظ من كمية الابيض اللي انت هتشوفه في كل مكان. الابيض هنا في كل حتة، فده بيأذي العين. طبعا دكاترة العيون هتفهم انا بتكلم عن ايه، انك انت بعد شوية لو فضلت تشوف الابيض كتير ممكن يجيلك مشاكل كتيرة جدا في عينيك. لازم تلبس لبس كتير جدا، يعني الجاكيت اللي لابسه ده جاكيت اسمه السيرموستاتيك، ثلاث او اربع طبقات ضد الميه وضد الهواء وضد وده بيسخن، ومن جوه كمان حاجه اسمها ثيرمو هيت، ان هو من جوه فيه طبقه زي كده زي الومنيوم جوه، بشرط ان هو تخلي الحراره طالعه من جسمك تفضل جوه ما تطلعش بره عشان ما تفرس، يعني ما تتجمدش. وفي نفس الوقت لازم تحتيه كمان لابس بلوفر، وبعدين تحت جاكيته ثانيه وفانيلا. لازم بلوفر كمان يبقى صوف 100%. اللي انا لابسه ده تحت البنطلونات دي البنطلونات مخصوصه سيرموستاتيك عشان خاطر الناس تعرف تعيش بيها برضو. وهنحاول اوريكم سريعا كده المنظر، شايفين هتلاقي البنطلون نفسه متعلق بحاجات كده من ناحيتين عشان خاطر لو وقعت في المط في 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 الثلج وبتاع وانت ماشي ما يبقاش فيه عندك اي مشاكل انك انت الثلج ما يدخلش جوه جسمك او البنطلون ما يقعش منك. طيب ده ببساطه شديده اللي انت لابسه. طبعا ده غير الجزمه، لازم تبقى جزمه لغايه هنا زي ما انتم شايفين هنا، وتبقى جزمه ضد الثلج. هنا برضو حاجه من الحاجات المخيفه ان عندهم دببه كتيره جدا، دببه القطبيه، وعندهم الدببه السوداء بتطلع ب يعني بتاكل ناس، بيقول لك حالات قليله، ولكن لما بيطلع الدب عليك بيبقى جعان جدا ويخلص عليك تماما. ربنا يستر يا رب. وبيحب يطلع لما بيكونوا جعانين الدببه، بيروحوا على اماكن البيوت عشان بيشموا ريحه الاكل. وانت هنا الدببه بيقول لك بيشموا سبحان الله ريحه الاكل من على بعد 40 كيلو 40 كيلو فحاجه لا تصدق يعني. ده ما انتوا شايفين كده، هنحاول ننزل اوريكم النهر هنا عامل ازاي، نهر من الانهار. تلكوا العيشه هنا مش سهله. لسه كنت بتكلم على ان البنطلون بتاعك لازم يبقى البنطلون مخصوص عشان ما يقعش منك في حاجه زي كده. واخدنا البتاع دي واقعه كده عشان نوصل للنهر. تعال نشوف. عايز الحق اصور كل حاجه ممكنه قبل ما النص ساعه بتاعت التلج بتاعت النور تروح. ده نهر من الانهار هنا زي ما انتم شايفين المنظر ورايا. النهر خلاص اتجمد، وده لسه كده هنا ما فادوش كمان الشتاء، يعني لما الشتاء يدخل ده لسه بيقول لك ده كده يعني نهايات الخريف. لما الشتاء يدخل ده طبعا هتبقى يعني عباره عن سمك ليهم وتمشي عليه وتعمل اللي انت عايزه عليه. الساعة 8 الصبح الدنيا ضلمة، 9 الصبح، 10 الصبح، 11 الصبح الدنيا ضلمة، دلوقتي داخلة على الساعة 1 الظهر، يعني ما بين 12 ونص و1 دلوقتي النور ابتدى يطلع
وده يعني بيقول لك ان شكاحه كبيره جدا للناس. الناس يعني الناس بتبقى مبسوطه جدا في الوقت ده ان الشمس ابتدت تطلع ولو لنص ساعه في اليوم. وطبعا في الشمس يعني هو اللي انا عايز اقوله لكم ان هو في الشمس، هو النور اللي انتم شايفينه ده الشمس ما بتتشافش هنا لمده من 5 ل 8 اشهر في السنه. الشمس ما بتتشافش تماما، مفيش حاجه اسمها شمس، في فقط نور. وعاملين قاعده زي ما انتم شايفين، عاملين قاعده ان الناس تقعد عليها. المنظر صعب انك انت تقعد على كنبه زي كده، دي المفروض الكنبه اللي الناس قاعده تقعد عليها وتتبسط، ولكن طبعا متلجه. هتلاقوا كل الناس اللي ماشيه ورايا، حتى الست اللي ورايا دي، لابسين نفس الستايل نفس الطريقه دي، ما بيغيرهاش. هو الشعب كله لابس نفس اللبس اللي لابسه ده تقريبا، والناس مستخدمه العجل بتاعها. خدت بالكم الكاوتشه بتاعت العجله تخينه ازاي؟ عامله زي كاوتشه الموتوسيكل مش كاوتشه العجله. مش عارف ازاي بيطلعوا بيبيهاتهم، يعني الاطفال بتاعتهم اللي لسه مولوده، الاطفال الصغيرين خالص، ازاي بجد بيعرفوا ان هم يطلعون في الجو ده؟ هنتفرج. حطلها طبعا زي ما انتم شايفين كده غطا ومغطياه في الدفا عشان خاطر يبقى الدفا. الناس هنا من ابرد شعوب العالم، يعني من ابرد الناس ممكن تتخيلهم في العالم كله. ما عندهمش علاقات يعني تماما، ما عندناش اي اصدقاء تماما، ما حدش بيحاول يتكلم مع حد، ما حدش بيقول لحد سلام، ما حدش بيشاور لحد. يعني حتى ما ينفعش ان انا اروح العب مع البيبي ده مثلا او اتكلم مع مامته. كل واحد هنا في حاله. البروده بتاعت الجو مأثره على بروده الناس جدا ومخلياهم ان هم يمكن اكتر بروده من الجو نفسه. همشي شويه والكاميرا الناحيه الثانيه عشان خاطر اوريكم وتحسوا تعيشوا شويه انك انتوا اللي ماشيين هنا، تحسوا بالشعور، طبعا مش بالساعه ولكن بالشعور بتاع ازاي الواحد يقدر يمشي في الاماكن دي. استمتعوا. الناس اللي بتسالني دايما هل الناس هنا عنصريه؟ اه الناس عنصريه، الناس عندها عنصريه شديده جدا، ومش ضد بس المسلمين او ضد العرب، لا هم عندهم عنصريه، وهم بيقولوا على نفسهم ان هم ما عندهمش عنصريه، عندهم خجل وان هم مقفولين، بيقول لك احنا كلوز، ولكن طبعا عنصريه شديده ان هم ما بيرحبوش باي حد من اي دوله، معظمهم طبعا مش كلهم، ولكن ايوه الناس هنا واخدين على نفسهم بس. حتى الاصدقاء يقول لك ما فيش اصدقاء، هل في اصدقاء؟ يقول لك لا احنا ما بنعملش اصدقاء غير اللي كانوا معانا في المدرسه وكانوا معانا من احنا اطفال عشان نثق فيهم، غير كده حتى لو انت صديقهم لمده 10 سنين، يعني ليتس سي ان انا بقى ليا صديق هنا او واحد انا فاكره انه صديق وبقى له 10 سنين بعرفه، مش صديقه برده ومش هيامن لي خالص لانه انا مش واحد اتربيت معاه. هحاول جاهدا اوريكم كل حاجه ممكنه في المناطق دي، بس الاول نعرف نطلع لان الموضوع صعب جدا.
اروح بسرعه اوريكم السكان هنا بيمشوا ازاي في الشارع. يعني لما بيجوا ينزلوا بيمشوا ازاي، معاهم عصايات مخصوصه كده عشان ما اقعوش زي حالاتي، واحاول اجري بسرعه واوري لكم المنظر بيبقى عامل ازاي. بس خايف الواحد يتزحلق، بس هنشوف. هتلاقيهم ماسكين عصايات في ايديهم كده عشان ما يتزحلقوش وهم ماشيين في الشارع. العصايات دي بيستخدموها تقريبا كل الناس الكبيره في السن شويه بيستخدموها عشان ما يقعوش، وفي نفس الوقت عشان خاطر هم ما اعرفش هو واخدين على الساعه. هو يقول المشكله ان يقول لك ان دلوقتي الدنيا دفه مش ساعه، مفيش حد تقريبا بيحاول حتى يحط عينه في عيني وانا بصور خالص. هنا كل واحد مطالب من الحكومه انه ينظف قدام بيته التلج. فده ما انتوا شايفين كده المنظر قدام العماره دي او قدام البيت ده، نظفوا التلج الصبحيه. تخيلوا كام ساعه عشان يعرفوا ينظفوا التلج ده، كل واحد حاطط قدام بيته جبل التلج ده. الجبل ده كبير جدا، هحاول احط الكاميرا عشان اوريكم طولي انا، يعني قريب من 2 متر وده طوله عامل ازاي. تعالوا نشوف. ربنا يكون في عونهم. صحيح يعني الاطفال طبعا بيجوا يلعبوا في وسط اليوم. وصلنا لقمة التلج اللي شالوه النهارده. كل يوم بيشيلوا تلج قد كده من قدام بيوتهم كل واحد. حاجة صعبة. يلا كل واحد هنا عايش في بيته تقريبا ما بيطلعش منه، تقريبا ما يعرفش جاره. يعني اللي ساكن في البيت ده ما يعرفش اللي جنبه، ما يعرفش جنبه، ان كل واحد في حاله هنا وكلهم عندهم برود شديد، فمحدش بيحاول ان هو يعني عندهم العلاقات اللي بيسموها ايه المجتمعيه دي مش موجوده خالص، يعني بالنيجاتيف بالسالب مش حتى صفر. مفيش حد يعرف اي حد، كله عايش في الكمكم، كل واحد عايش في الكمكم بتاعه وما بيطلعش منه تماما عشان خاطر يتكلم مع حد. الاطفال هنا ما بيعرفوش بعض غير بقولك في مدارس. الحياه الاجتماعيه يعني بالسالب. طبعا انتوا شايفين الفيديو بتقولوا الله الجمال ده والشكل الابيض ده وبتاع، ما تعرفوش ان الموضوع عذاب عذاب. طلعت ايدي من الجوانتي لمده 10 ثواني عشان خاطر اقفل بس الكاميرا. بصوا ايدي عملت ازاي وعلقت، يعني ايدي هي معلقه على كده. تلجت يعني مشكله. الناس هنا بترد على موبايلاتها بمراخيرها مش عارف ازاي، وبيضربوا الارقام بمراخيرهم. هنبقى نشوف لو في حد هنعرف نصطاده في حلقه من الحلقات الجايه ونوريكم ازاي بيستخدموا مراخيرهم عشان خاطر يعملوا كل حاجه بالموبايل. انا حاول جاهدا ان انا لو الفيديو ده اتشير بنطاق واسع وان هو الناس عجبها الفيديوهات دي، نحاول ان احنا خلال فتره تصويري هنا في الدائره القطبيه الشماليه ان انا اصور يومياتي وان انا اصور حاجات كتير عشان خاطر الناس تشوف لحظه بلحظه الناس هنا عايشه ازاي، الناس بتاكل ازاي، تشرب ازاي. العربيات ده في العربيات دي فيها يعني عشان خاطر تسوق عربيه هنا دي مشكله كبيره جدا. هحاول اوريكم كل حاجه ممكنه، ولكن ده بيعتمد على كميه السبسكرايبز وكميه الفيوز اللي هنشوفها على الفيديو ده. لو الدنيا مشيت تمام هيبقى في صفحه اليوتيوب عندي مخصوصه للفلوجات ولليوميات بتاعتي في الدائره القطبيه الشماليه وفي البلاد الثانيه اللي هروح ان شاء الله بعديها. يعني ورونا تفاعلاتكم وحاجاتكم وشيراتكم عشان خاطر احس ان هو بجد الناس نفسها تشوف حاجات زياده ونكمل في مجموعه الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي. متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتنا الجديده اول باول. صفحتي على الفيسبوك طبعا فيها فيديوهات كتيره جدا من 156 دوله حول العالم لغايه اللحظه.
وصفحتي على الانستجرام طبعا، صفحتي على الفيسبوك الرسميه حجاجوفيتش فيريفايد، وصفحتي على الانستجرام فيها صور فيديوهات حصريه من وراء الكواليس مش موجوده في اي مكان تاني. اشوفكم على خير باذن الله في حتت تانيه كتيره جدا زي ما اتفقنا. لو الفيديو ده وصل لناس كتيره جدا ان شاء الله هنعمل يوميات تانيه وهوريكم فيديوهات عمركم شفتوها قبل كده. سلام.